السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من برنامج بكل جراءة، حلقة خاصة ومختلفة، وبشوف دائما وأبدا الحلقات اللي ليها علاقة براحة بالكم دي حلقات بتساعدني، الحلقات اللي ليها علاقة يا ترى يا هل ترى فكرة أنا في خير أنا في شر، أنا هيجرى لي حاجة، أنا هيحصل لحد بحبه حاجة. وللأسف بنجيب المعلومات من أماكن ما يصحش، وهي الشبكة الإنترنت والمعلومات الخاطئة والمعلومات المغلوطة والكلام اللي بيتنقل من مكان يتحط في مكان وفي الآخر أنت بتاخد معلومة غلط. ولكن عشان ناخد معلومة سليمة لازم ناخدها من مصدر موثوق فيه، ولذلك أنا بتشرف بحلقة خاصة بقالها كتير جدا ما عملناهاش، الدكتورة صوفيا زاده اللي دائما وابدا بتبسط انها تبقى معايا. اهلا بيكي استاذ محمد، ربنا يخليك، منورانا. ميرسي، ده نورك، ما تغيبيش علينا تاني والله، يعني معلش ظوف، يعني انت عارف يعني انا بحب اكون معاك فعلا والله. خليني قبل ما ابتدي حلقتي النهارده، امبارح بيوت مصريه كتير كانت في حاله قلق، يا ترى ابني عمل ايه، يا ترى ابني جاب كام، يا ترى ابني هيخش كليات القمه وكليات الكل، كل الكليات ان شاء الله طالما الولاد حابينهم على بركه الله، كل الكليات اللي ابني شايف ان هو هيبقى مميز فيها بيبقى على بركه الله، بلاش التفكير اللي احنا كلنا بنتوارثه من اهالينا، فكره لا انا ما كانش داخل طب انا هموت نفسي، لو ما داخلش هندسه مش هعيش، يعني كل سخر لما يسر له، يعني فده الحاجه بتاعت ربنا يعني بالزبط. بص ايه بقى، الواحد اهم حاجه ان هو ينجح. صحيح. بص، هي طبعا خلقنا بعضكم فوق بعض طبقات. صحيح. فلازم بقى كل حد يلتزم بطبقته ويبقى متميز فيها وجدير بيها. طيب اسمحي لي ابارك، ومش انا بس، السيد رئيس مجلس اداره قناه مصر البلد الاستاذ خالد كمال، والعضو المنتدب لمجموعه قنوات مصر البلد الاستاذ مصطفى كمال، واسمحوا لي انا كمان وفريق عمل برنامج بكل جراءه نبارك للاستاذ سيد نصر، علم من اعلام التدريب والتعليم في مصر، ويمكن الاول في القليوبية، الاهتمام باهالينا والطلبة كمان طلبة ثانوي هناك. محمد سيد نصر ما شاء الله 98% وثلاثة من عشر علم علوم، ببارك لك وبقول لك يا رب اشوفك احسن واحد في الدنيا، يا رب اشوفك يعني نجم كبير في اي مجال تختاره، وربنا يوفقك، وزي ما انت فرحت باباك ومامتك ربنا يفرح قلبك، اللهم امين. اسمحوا لي كمان ابارك لاحمد هشام جودة، بقول لك يا احمد مليون مبروك حبيبي، وتهنئه من الام والاب، احمد ده ابن اختي ما شاء الله، الف الف مبروك لكل الناجحين، ويا رب كده والله المباركه بتبقى للاب والام اكتر من العيال، لان هم اللي فعلا في السنه بيتعبوا بيتعبوا قوي معاهم. وعشان كده كمان ببلغ وتهنئتي دي للدكتوره نبيله سامي والمهندس هشام جوده، وطبعا اتمنى تشوفوه يا رب ظابط قد الدنيا، طيار قد الدنيا، فرح قلوبكم اللهم امين، زي ما اسعدنا كلنا، فببارك لك، شد حيلك على بركه الله، ان شاء الله ظابط قد الدنيا. ابتدي حلقتنا النهارده، حلقتنا النهارده من وجهه نظري هاخدها بشكل غريب المره دي، ماشي، انا مش فاهم ومحتاج تفهمي. يلا. انا بحلم كتير حلم ثابت، انا بحلم كتير حلم بيجي لي يمكن مرتين ثلاثه في الشهر، وساعات بشوف في الاحلام دي حاجات تتحقق فعلا. ايوه. هل يا ترى انا عندي مس، عندي سحر؟ هل يا ترى لو انا شارب سحر او مس، هل يا ترى لو حد عامل لي حاجه اعوذ بالله لها علاقه بالاعمال زي ما بيقولوا، او بالجن والقرين والحاجات اللي انا ما بحبش اتكلم عنها دي، بس يعني بناء على طلب مشاهدينا في كل مكان بيسالونا، هل يا ترى المس والسحر والجن ياثر على احلامي ازاي؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأحلام ما هي إلا يعني مرآة للواقع، اللي بيحصل في يومنا كله بنشوفه مناما بالليل، اللي بيقلقنا وبيخوفنا سبحان الله تعالى بيجي يعني بالليل، عشان الواحد حطه في ذهنه وذاكرته، فقاعد قلقان خايف لا يحصل كذا كذا، فبيظهر من لطف الله بعباده ان الحاجة كمان اللي معمولة لك فيها عكس، فيها مصايب، فيها كوارث، فيها عين، لازم تظهر لك مناما، ده لطف من الله تعالى، محدش يخاف، لا بالعكس، ده احنا ده كأنك انت رايح تعمل اشعة،
فبتشوف ايه اللي عندك، فبناء على اللي عندك ده بتتحرك. اروح بقى سكه اتعالج بقى صدر، ولا اتعالج بطن، ولا اتعالج مش عارف ايه دم ولا ايه، ده بناء على الاحلام. فلذلك كانوا علماء النفس يقولك عشان يحللوا البني ادم عضويا لازم يحللوه اولا نفسيا، والتحليل النفسي يكون بالاحلام. طيب خلاص، دي خطوه مهمه في بدايه ان انا اكون فاهم. اخد بس ابتسام ودنيا ما اطولش عليهم. برحب بيك يا ابتسام، اهلا بيك. اهلا، اتفضلي يا فندم. انا بقالي شهر ونص بالظبط كده بحلم بان في واحده لابسه اسمر في اسمر بتجري ورايا. فانا لما كلمتها قالت لي انا جايه مكلفه ان انت لو حملت سقطت. الو، عارفاها. وبعدها من حوالي اسبوع كده بالظبط شفت اختي، يعني واحده شبهي بالظبط، معاها ثلاث اولاد صغيرين بتغير لهم بامبر. فانا بقول لها ساعدك، فقالت لي عايزاهم خديهم. قلت لها لا انا مش عايزه، انا عايزه من بطني، انا عايزه الاولاد من بطني. فقامت راحة قايلة ماشي يعني اديكي من بطنك. قلت لها بس السمرة اللي بتجيلي اللي لابسة اسمر دي، قالت لي هي اللي واقفة دي. قلت لها اه هي دي. قالت لا احنا هنصلحك معاها، بس العهد ان انت تغيري المكان اللي انت فيه. فانا دلوقتي قاعدة عند اهلي مش عارفة تفسير الحلم ده ايه. وانت حامل ولا لا؟ لا انا ماشية في اجراءات حقن مجهري. ماشية فين؟ بتعمل حقن مجهري. بعمل حقن مجهري. اه طيب حاضر. طيب بشكرك جدا يا ابتسام. معايا دينا، اهلا بيك يا دينا. دنيا اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي ثلاث احلام سريعا كده بعد اذنك. اتفضلي. اول حلم كنت حلمت ان زميلي جاي يتقدم لي هو وباباه ومامته كده عندنا في البيت، وكانوا جايين لنا. ففي الحلم كان في شقه جديده مش بيتنا اللي احنا فيه يعني وكده. وانا كنت قاعده على السرير وهو قاعده مربعه رجليا، هو نايم على رجلي. فهو جه عقله كده وعايزه يقوم يمشي هو واهله. فانا قعدت اعيط يعني وزعلانه من بابا وماما عايزينهم يمشوا ليه وكده. المهم عشان نهدي الموقف نزلنا خرجنا في الشارع نتمشى قدام البحر. كنت انا ماشيه في طريق انا ومامتي، وهو ومامته في الطريق قصادنا وبيننا زي نهر كده، بس كنا عارفين في الاخر ان احنا هنروح البيت يعني. تمام تمام. الحلم الثاني هو كمان كان في المستشفى عامل عمليه، هو برضو العريس. ايه العريس؟ لا ده هو زميلي عادي. هو مش عريس. طب انت تميلي ليه عاطفيا يعني، بتحبيه؟ اه. صريحة. مش بقولك عريس. الحلم التاني ان هو كان في المستشفى وكان تعبان وكده، فبقول حالا ان انا رحت كنت باكله اكل بايدي وهو هو تعبان. حلو ده. الحلم التالت بقى سريعا، ان انا حلمت ان انا عند خالته اسمها شربات ومدياني شكارة سكر كبيرة. خالتك يعني كويسه معاكي ولا وحشه؟ كتير. خالتك حلوه معاكي ولا وحشه؟ ايه خالتك دي ايه، طيبه معاكي، بتحبيها، بتحبك؟ يعني كويسين اه الحمد لله. طيب حاضر. شكرت السكر دي. ولما جيت روحت البيت دخلت لقيت بابا قاعد قدامي في الصاله بياكل حاجه حلويات. فما لقاني داخله بالشكاره الكبيره اللي فيها سكر دي، قال افتحي كيس سكر وهاتي نحطه على الاكل وناكل وكده. فعملت وقعدنا ناكل فعلا. طيب حاضر. طيب حاضر، بشكرك جدا يا دنيا. معايا ايه، اهلا بيك يا ايه. ازيك؟ ازيك يا دكتوره صوفيا؟ يا اهلا بيكي، اهلا وسهلا. الحمد لله. انا عندي حلمين صغيرين. بس علي صوتك لو سمحت. اول حلم، انا الحلم ده حلمته في رمضان يعني، حلمت انا وابويا متوفي، وحلمت اللي جايب تفاح احمر عنب احمر جبت منهم كتير. اللي اكلت منه بالاخص قوي وكان فاكهه كتير، بس اللي اكلت منه بالاخص تفاح وعنب. كويس. انت متجوزه ولا لسه؟ لا مش ما... لا مش م... آه مش مخطوبه. لا مش مخطوبه. آه. مخطوبه. لا مش مرتبطه. مش مرتبطه. طيب ايوه. الحلم الثاني دايما احلم انا كنت مرتبطه يعني وانفصلت وسبت خطيبي. لا انا مش سامع يعني، وضحي صوتك. انا كنت مرتبطه وسبت خطيبي. ودايما احلم اللي هم بيجيبوا لي الشبكه بتاعتي، بس اللي هي جديده، الشبكة جديدة وجميلة. أنا مش سامع. جايبين الشبكة بتاعتك؟ جايبينها جديدة. بيقولوا لي هنجيب لك الشبكة بس جديدة. طيب. ودايما مكرر معايا إن أنا لابسة الدبلة بتاعتي دي بقى. يعني أنت عايزة ترجعي له صح؟ لا بس إحنا الحلم جاي لي كده بس أنا لا. ما هو ده معناه عودة.
ان هي الدبله نفسها بس شكلها كبير. بشكرك جدا جدا يا ايه وهنقول لك طبعا حالا ناخد ام عمر يلا وبعد كده نجاوب بقى. ماشي ام عمر اتفضلي. يا ام عمر وطي التلفزيون من فضلك. وطي التلفزيون لو سمحتي. اوطي؟ اه بعد اذنك. ايوه فعلا. اتفضلي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا سامع التلفزيون يا ام عمر. خلاص براحتك خالص. ازيك يا حضرتك؟ اتفضلي. الله يخليك. ازيك يا دكتور؟ ازاي حضرتك عامله ايه يا ام عمر؟ كل سنه حضرتك طيبه. وانتي طيبه. عندي ثلاث رؤى كده بسيطه كل واحده منهم صغننه كده يعني. انتوا ليه النهارده يعني جايبين بكومبو يعني ليه كل مره ثلاث؟ بسرعه بسرعه. يلا اتفضلي. كل سنه حضرتك طيبه. وحضرتك طيبه. والدي توفى من فتره كده فبعدين لما يوم ما توفى قلت يوم يعني مش هستريح انا لما اشوف له رؤيه حلوه فتاني يوم جاتني رؤيه على طول. حلو. يوم الوفاه. حضرتك جيت لقيته واقف في وسط الصاله بتاعته كده في شقته لابس جلابيه بيضه مزهره حلوه كده والجلابيه ايه لغايه بيز رجله كده على الارض. مالها؟ مع حضرتك؟ طويله لغايه الارض. اه اوكي حلو. وبعدين لا. انا بقول له ايه الحلاوه دي وشكله جميل قوي كده فببص في رجله ما لقيتش فيها لا مؤاخذة يعني شبشب. فقلت له انت مش لابس شبشب؟ قال لي اه هاتيه هاتيه. اخي ليا قام جايبه من قدام الباب كده ولبسته له قلت ايه؟ قلت له ايوه كده جميل قوي جميل قوي كده. فبعدين في حاجه برضو الرؤيه دي كانت في دغوشه المغرب كده شايفه اخواتي كلهم صغيرين لكن والدي بنفس الجسم والجمال كده وانا بنفس الجسم لكن مش عارفه ليه شايفاهم كلهم قليلين كده صغيرين ومش شكلهم مش واضح من بعض يعني. طيب حاضر. الحلم الثاني ايه؟ الو طب ارجعي كلمينا تاني مين معانا؟ طيب اجاوب بس دول بعد اذن حضرتك يا استاذ احمد ونرجع نكمل. ابتسام واحده لابسه اسود في اسود بص هقول لك على حاجه. هو طبعا مش مستحب انه يذكر اسمها في الليل لانها اسمها ام الصبيان. دي بقى هي اللي متخصصه في تسقيط النساء. ده بقى يعني نوع من انواع الجن المتسلط. ده بيبقى فيه بقى نوع من انواع الحصن والصيانه للموضوع ده في كده. اه طبعا يعني انت بقالك كتير تعرفني وحكينا. لا مع صوفيا زاده مش هتقدر تغمض عينيك انا عارف. بس انا قصدي ده ليه حل. ايوه ليه حل. كل حاجه ليها حل باذن الله. ما خلق الله داء الا وخلق مع الدواء. فدول يعتبروا داء الجن ده بانواعه باسمائه باشكاله وتخصصاته. دول تخصصات يعني. وده لو اتعالج هتبطل تشوف ده خالص. ويمكن كمان الحاجات اللي بتؤثر عليها وعلى حملها طبعا تمسح. خلاص تنتهي. ما هي دي متخصصه في كده انها كل ما تحمل تسقط كل ما تحمل تسقط. مفيش حاجه هتستمرها الا لما تعمل العلاج بقى. ابشري يا ابتسام ابشري بفضل الله. طب احنا لو عايزين نعرف ناخد الخطوات ازاي او خطوات العلاج نتابعك يتابعوني بقى على الصفحه بقى. حاضر ماشي. طيب دنيا بتقول لك انها كان جالها عريس. ايوه زميلها وفي الشقه جديده وباباه وباباها دخل عليه وخليتها شربات. لو انت فاكره هقول لك. اتفضل. بص هو طبعا واضح ان هم بيحبوا بعض بس العمليه هتزيد شويه هيبقى في زياده عن اللزوم وباباها هيعرف هتبقى في مشكله. ليه؟ لان هي بتقول كان حاطط راسه على رجلها وابوها دخل فجاه وزعل ومش عارف ايه القصه دي. معنى كده ان هيتعرف حاجه بينهم سريه للغايه. خدت بالك؟ فحته ان كل واحد ماشي في حاله ده بعيد بس هيلتقوا في الاخر ده يعني هيحصل شويه مشاكل كده بكلام مناوشات. هيحصل شويه مشاكل بس في الاخر باذن الله بس شويه يعني هتطولوا شويه لان هم كل واحد في حته وبينهم نهر ده معناه او بينهم حاجه فصعبه يعني صعب وده برضه مرتبط باكلها اللي في المستشفى وهي بتاكله. لا ده حب بقى وحاجات كده. طب شربات وباباها لا شربات مش حاجه. شربات ده معناه في شر بات شر دايم في شر تمام ولكن ربنا هيبدل هذا الشر لخير. عشان كده بقول لها علاقتك باهل بخالتك كويس تمام ولكن في حاجه في طرف امها هتبقى فيها خير كتير داخل عليهم وهيستفيد منها ابوها لان ابوها حط السكر على الاكل فهو هيستفيد من الاموال اللي جايه من طرف امها. بارك العم الحاج خليني اخد رشا من الغربيه. اهلا بيك يا رشا. الو مساء الخير. مساء الخير. ازي حضرتك استاذ محمد؟ اهلا وسهلا. ازيك يا دكتوره صوفيا؟ اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ منوره الدنيا والله مبسوطه ان انا بكلم حضرتك. الله يخليك اشكرك. انا عندي رؤيتين صغيرين بعد اذنك. اتفضلي.
يوم الجمعه اللي فاتت، انا صحيت يوم الجمعه اللي فاتت على المنام ده، ان كنت انا واقفه في جامع، وكان قدامي امام الجامع قاعد على الارض وحواليه رجاله كتير، كان قاعد بيتكلم حواليه ايه رجاله كتير قاعدين وانا قاعده ورا مع الستات، بس ما كنتش قاعده، كنت واقفه وحاسه ان انا منتظره حاجه، بس انا مش عارفه انا منتظره ايه. وكانت اختي قاعده جنبي بس قاعده مع الستات مش واقفه. فالمهم فجاه اختي وقفت، وكان في ايدها صينيه عليها تلات ازايز حاجه ساقعه، فبتمد ايدها لامام الجامع وبتديله الصينيه، فقال لها طيب ماشي، فبينادي على واحد وقال له طيب يا ابني تعالى هات ازازتين كمان مش هيكفوا. فالمهم انا شاورت له بايدي ان يعني هات واحده بس كفايه مش اتنين، بس ما كنتش بتكلم. فلقيته بيقول طيب يعني اللي هو لو ما لقيتش رقم 9 طب هات رقم 6 او هات اللي قبلها رقم 8. اللي هي ايه دي؟ الازاز الحاجه الساقعه. الازاز ها؟ انها مترقمه، مع ان الازاز مترقمه، هي اصلا الازايز شويبس بالطعم يعني بالنكهات. ده اعلان ده بس ماشي. لا مش اعلان ولا حاجه. المهم انا المهم فجاه هو قام بقى ياذن علشان ايه نصلي صلاه العصر. فلما قام وبيأذن فلقيته بعد ما كبر وكده، فسكت شويه كده وقال انا فهمت. وانا فهمت ان هو فهم ان انا كنت، واحنا اخرناه عشان السيدة نفيسة رضي الله عنها انها كانت نايمة وصحيت من النوم عشان تلحق صلاة العصر. وفعلا سبحان الله انا شميت ريحة جميلة جدا زي ريحة موارد، وصحيت من النوم على ريحة الموارد الحلوة دي. ما شاء الله جميل. ده انا صحية يوم الجمعة قبل الاذان يعني. ورحت زرتي ولا لا بعد الرؤية دي؟ ايه؟ رحت زرتي بعد الرؤية؟ لا الحقيقة انا نفسي اروح، وهروح ان شاء الله. روح بقى وادعيلي لما تروح. هروح باذن الله. لا تدعي لنا بقى، ما احنا في حلقه واحده. ادعي لنا. ان شاء الله. طب اقول لحضرتك الرؤيه الثانيه الصغيره برضه. اتفضل اتفضل. كنت شايفاها في رمضان اللي فات، ان انا كنت في امتحان، كنت قاعده في لجنه. اتفضلي. طيب معانا مين؟ خط قطع. معانا مين؟ بشكرك جدا يا رشا. طيب وصلنا لغايه عندنا ايه اللي والدها متوفي وجاب لها تفاح احمر واخضر وقلت لها وعنب وعنب. بص بقى، هو طبعا بيطمنها على حاله، لان الحاجات دي يعني انا لما اجيب لك يبقى عندي مزايد يعني. صحيح. عندي انا قاعد في الجو ده. صحيح. فما شاء الله هو في الجنه ونعمها ومنعم ما شاء الله، وجايب لها التفاح والعنب ومش عارف ايه، زواج بنات، حاجات حلوه داخله عليها، بشارات كتيره جدا واموال كمان. هي انسه ان شاء الله ربنا. جواز وبنات، هتبقى ترزق بذريه من البنات يعني. طيب ام عمر، الوالد متوفي ولابس جلابيه بيضه وقالت طبعا بص، هو طبعا ده ان دل على شيء يدل على الايمان، لاني كان في مشابه لرؤية كان شافها الرسول صلى الله عليه وسلم، ان كل الناس واقفين لابسين قمص او قمصان، اللي عند صدره واللي عند بطنه واللي عند رجله، ما في غير سيدنا عمر بن الخطاب كان بيجرجر ثوبه يعني اللي هو جلبابه. فقالوا له بما فسرتها يا رسول الله؟ قال الايمان. فده معنى كده ان هو ما شاء الله نحسبه على خير، وانا بزكي على الله حد كويس جدا فيه ان شاء الله ان شاء الله. طيب خليني اخد مروه من بورسعيد ونرجع نرد على مدام رشا وانسه. رشا اتفضلي مدام مروه. الو. اتفضلي يا فندم. اهلا بيك. ازي حضرتك يا دكتور احمد؟ اهلا بيك. اهلا بيك. انا طبعا بشكر حضرتك ان انت جبت لنا الدكتوره صوفيا النهارده تاني يعني. الحمد لله ربنا يخليك. بقول لحضرتك انا مش عندي رؤيه، بس عايزه استفسر عن حاجه ممكن؟ اتفضلي. طيب دلوقتي مثلا لو احنا بنحب حد معين، ليه الحد ده ما بيجيلناش في الرؤيه، مع ان احنا بنشوف كل الناس اللي مش بنحبهم؟ سؤال يعني مثلا ممكن حد يكون احنا كنا مرتبطين بيه. عايش ولا ميت اللي عايزه تشوفيه؟ لا عايش. طيب يعني مثلا كنا مرتبطين وكل حاجه، وبعدين اختفى كده من الحياه. بس هو موجود عايش، بس ما بيجيش في الحلم خالص يعني، ما بيجيش خالص في الرؤيه خالص. حاضر. ده هل ده ليه مدلول؟ طبعا ليه اكيد. طب في سؤال تاني يا مروه؟ بصي بقى، ما انا ممكن اسمع من التليفون بس عشان انا بعيد عن التلفزيون. طيب حاضر اتفضل. ماشي. هو ايه؟ هو عباره عن في حاجه اسمها التخاطب عن بعد، او زي ما بيقولوا عليها التليباثي، ظاهره ان انا اسمه ايه؟ التليباثي. او التليباتي بيقولها بالسهله كده. تمام. فده انا احلم بيك وانت تحلم بيا، دي بتبقى كده تدريب معين او رياضه معينه ممكن اعملها، ارسل لك حلم باللي انا عايزه اقوله. بجد؟
طب تحب تجرب النهارده؟ لا قولي المرو عشان ترسل لو في حلم عايزه ترسله قولي لها الطريقه تبقى ازاي. يعني بص انا هقول لك. ماشي حاضر. هو طبعا لازم يكون الطرف الثاني مستعد لذلك يعني. بس ممكن احنا ننكشه يعني فاهم. حتى لو هو مش يعني مش معاكي ممكن تنكشيه برؤيه زي كده فاهمة ازاي؟ انا بشكرك دي جدا. كانت بتستخدم قديما في الحروب. كان بيبعتوا الحاجات دي للعدو عشان يبعثوا فيه الهلع من الطرف الثاني. هو ده مش سحر ولا الحاجات دي؟ لا هي مش سحر. هي حاجة معينة كده. ايه انت هتطلع اسراري كلها؟ لا يعني حاجة نتعلمها احنا كمشاهدين. والله يعني بص مش بحب اعلمها لحد. يعني خدمة طبية في 2020 كلنا نستخدمها مثلا كده. طيب معايا مين؟ استاذ خالد اتفضل. مساء الخير. مساء النور يا فندم. اهلا بيك. مساء الخير. معلش انا قاعد جدا، هي رؤيتي بسيطه جدا. تحت امرك يا استاذ خالد. ربنا يخليك يا فندم. والله الرؤيه دي من حوالي 18 سنه بالظبط. من كام؟ من 18 سنه بالظبط. يا خبر لسه فاكرها اكيد وقعت 100 مره. والله حكيت لها ناس كتير ما حدش فاهمها. طيب قول. مش عارف هي هتتفطر ولا يعني انا مش فاهم. طيب هي رؤيتي كان يوم ميلاد ابني. وبعدين اللهم صل على النبي. الليل يعني طبعا جبت نمت قبل الفجر يوم ولادته وحلمت بيه بشكله حاليا دلوقتي وعنده 18 سنه دلوقتي. حوالي ده حاليا شكله اللي دلوقتي ما شاء الله على شكله دلوقتي سبحان الله. حلمت بيه مليون 2 مليون 10 ناس كتير جدا نفس الشكل. بقول له يا ابني ده انا مخلف واحد بس 2 مليون مش فاهمه. طب ممكن يا بابا استاذ خالد، استاذ خالد رجاء، استاذ خالد رجاء بس هنتكلم واحده عشان افهم واحده واحده عشان يعني نقول لك التفاصيل. احنا كل معلوماتنا دلوقتي ان انت حلمت بيه بشكله اللي موجود عليه دلوقتي. وبعدين ماشي. وبعدين بقول له يعني انا ناس كتير قوي دي يعني هو نفس الشكل. بقول له يا ابني يعني انت انا مخلف واحد بس. قال لي بابا لا ده احنا اللي جينا ننصر الاسلام. زي قبيله قبيله نفس الشكل نفس الشكل بالظبط. ايوه وبعدين ما في صحيح يعني صحيح يعني طيب ابشر بقى الرؤية. حاول طيب. حاضر ابشر وهي انت هتقول. عندك غير الولد ده ولا في تاني؟ عندي بنتي يا فندم. ولد تاني فيه؟ لا ما فيش هو ولد واحد بس. الله يبارك لك فيه. ربنا يخليك. طيب هنجاوب استاذ خالد بس ناخد استاذه ابتسام بعد اذنك. استاذه ابتسام اتفضلي. الو اتفضلي. ايوه انا كنت حلمت برضه بان في تعبانين اتنين على باب البوابه بتاعتنا. فانا دخلت من التعبانين دول ودست عليهم. فدخلت شفت على باب لقيت على السرير بتاعي قطه بعيالها. انت متجوزه ومخلفه وكده؟ لا انا متجوزه بس مش مخلفه. انا كلمت حضرتك في اول الحلقه وقلت لك ان انا ماشيه في الحقن المجهري. وانت بتاعت اللي بتسقطي كل شويه؟ مش انت اللي لسه قايله لنا الحلم دلوقتي؟ ايوه وحضرتك قلت تتواصلي معايا. هو انت هتلاقي يعني مش عارف صححيه ولا لا يا دكتور صح. هتلاقي كل الاحلام بتدور في نفس الازمه بالظبط كده فعلا. انت بس عالجي نفسك. شوفي حد ذو شأن، حد مشار ليه بالصلاح، ما ياخدش منك فلوس، ما يبقاش دجال ومشعوذ، يصلح لك الحال اللي انت فيه ده بس. طيب معانا مين؟ طيب هناخد بس نجاوب نرجع ناخد اتصالاتنا عشان ما تخشش الامور مننا في بعض. ماشي. رشا كانت بتقول لك في جامع وكان في رجال قصاد امام الجامع وهي كانت مع النساء واقفه بتدور على وثلاثه زي حاجه ساعه مرقمين شويبس. بعد اذنك اتفضلي. بص هو طبعا ده اي ميه اي حاجه سائل وكده ده دلاله على انها تشتهي لشيء هي يعني عايزاه قوي يعني لان محتاجه تتروي محتاجه يعني حاجه محتاجاها يعني. طيب. ورقم 9 زور رقم 9 ده جاي من السعي في الحاله دي. ورقم 9 مش مستحب في الرؤيه لكن هو داخل المسجد الوضع اختلف تماما. فهي محتاجه منها للسعي عشان توصل للي هي عايزاه. طيب خليني اسال سؤال كمان كان اتسالنا من استاذه مروه بتقول عشان ليه مش بنشوف بعيدا هي هنبقى نشوف الاحلام ازاي بعلم التليباتي ده. طيب انا بس سؤالي احنا ليه فعلا الناس اللي بنحبها مش بنشوفها في الاحلام؟ عشان انا اشوفك يبقى انا انت في دماغي تمام. يعني ايه اقعد افكر فيك اشوفك بقى في المنام وما بتبقاش رؤى بتبقى احلام لان انت شاغل بالي. لما انت عايز تشوف حد بتقرا الهاكم التكاثر
21 مرة قبل ما تنام. أنهاكم التكاثر. وتذكر مرة. اسم الشخص اللي انت عايزه. وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنام. وغالبا بتيجي للأموات دي. يعني الناس الميتين عشان تطمن على حاله. والغايبين. والغايبين برضو يعني حد غاب بقاله فترة. لكن انا بتكلم على الاولى الكلام الاولاني ده ان انتوا يحصل في تخاطر او في في يعني في كونتاكت بينكم وبين بعض. ده بيبقى بحاجة معينة بقول لك كل حد ليه اسراره يعني ومن باح راح. انا مش بحب ابوح. طيب خلينا نروح لسؤال مهم قوي بيقابلني وانت دائما تقولي لي كل حاجة في الدنيا وليها حل. طبعا. كل ده وله دواء. انا النهاردة لما احلم اني احمد امين جالي في الحلم وجايب معاه سكينة وهيقتلني مثلا. فتقولي لي خد بالك تفسير الحلم ده مثلا يعني ان احمد امين ده حد بيكرهك قوي وبيتمنى لك عداوة. احمد امين ده يا جماعة مخرج البرنامج. وبحبه جدا على فكرة والله. وانا لما اقول لحضرتك كده انا المفروض ايه حلها ازاي؟ هقول لك لما تقولي لي ايه الحق انت حلمت تفسير الحلم ده ان انت هيحصل لك نقص في الامور الماديه. طب انا احلها برضو ازاي؟ هقول لك دلوقتي انا لازم مبدئيا اعرف الخلفيه اللي بينك وبين احمد. هل انتوا بتكرهوا بعض ولا بتحبوا بعض؟ كويس. تمام. لو انتوا بتحبوا بعض قوي وظهرت حاجه زي كده على طول حلم شيطاني ملوش اتنين تلاته. بس في حاجه السكينه دي دلاله على حاجه قاطعه. يعني في حاجه حق وقاطعه هتحصل بينكم. حد هيكون سبب في تفرقه بينكم. السكينه هنا فارقه مجد. فلازم بعد الشر ربنا يا رب يخليكم مع بعض على طول. تمام. دي حاجه. يعني لو حاجه غير السكينه مثلا عايز يقتل عايز يضحك عايز. طب تعالى نشبه نقول مثال من اللي ستات كتير بتحلم بيها. بحلم اني انا سلفتي مش عارف عملت لي حفره وقعت فيها. عملت لي حماتي عملت لي جوزي بيتجوز عليا. فيبتدي الشكوك والاوهام. وطبعا الانترنت في ناس بتغلط غلطه كبيره يا جماعه. يا جماعه الالم ده لو جه في حلم ليه معنى ولو جه في حلم تاني ليه معنى والله تاني. العظيم الالم ده ليه 71 معنى. تخيل بقى يخشوا ولا يبعت لحد يقول لي ايه الالم في الرؤيه. يعني انت بتختبرني؟ طب قول لي هات اللي عندك عشان انا اقول لك الالم. ما ممكن الالم ده يبقى مصيبه عليك يبقى ممكن يبقى خير عليك يبقى رزق عليك لان في كل حاجه فيها شر وخير. يعني العادات والتقاليد والموروثات اللي كانت دائما وابدا جدتي تقول لك حلمت بايه ان انت بتعيط في الحلم هتتكسي. لا بتعيط في الحلم ربنا هيكرمك ويجيلك هتفرج هيجيلك فلوس. حلمت ان انا ماسك فلوس في ايدي ورق ده انت يعني مش هتفتقر. لا مش هيجيلك فلوس قليله او انت هتصرف. لا انت هتفتقر خالص. هتفلس. فلس فلوس فلس. ودائما وابدا يقول لنا المعتقدات. اقول لك على حاجه حلوه. هو طبعا احنا السادة المفسري الاحلام القدامى سابوا موروثات لاجدادنا واجداد اجدادنا خدوا منها بس هم ما كانوش متعمقين قوي. كانوا بيسمعوا طراطيش كلام يعني مش عارف فلان لو وفلانة راحت عملت ايه مع هيبقى في زواج مصاهرة. لو مش عارف شبكوا صابعهم في بعض يبقى كده مصاهرة. لو الحد مات يبقى ده طول عمر. واخدين وش القفص ما تعمقوش بالعلم والدين والاحاديث. فلذلك انا بقول يا جماعه ده علم النبوه لا يتلاعب بعلم النبوه. عايز تسال اسال حد خبير عشان خساره الجوهره اللي ربنا بعتها لك اللي هي الرؤيه الحلوه تبوظوها مع حد ما يفهمش معناها يبوظها لكم. يعني ينفع يكون عندك جوهره تروح توديها لواحد بتاع اكسسوري يبوظ لما حالك. طيب معايا ام عمر كانت اتصلت بس عندها معلش رؤيه صغيره اسمح لنا نسمعها منها. اهلا بيك يا ام عمر اتفضلي. ايوه دكتوره. ايوه حبيبتي. الرؤيه اللي شفتها النهارده بعد الفجر. بعد الفجر؟ بعد صلاه الفجر. بعد صلاه الفجر بس يعني في الشمس طالعه يعني وكده. حضرتك كنت واقفه مع ناس والناس دي راحت تتعالج عند دكتور فانا واقفه معاهم بيقول لي تعالي انت خدت جرعه من 4 حقن لازم تكملي 4 حقن كمان. فانا قلت له انا بخاف من الحقن وكده وبدوخه وادوغم عليا او كده يعني. فقال لازم تاخدي الحقن الاربعه التانيين تاخدي واحده الوقت. المهم طلعت معاه وجاب الممرضه واداني الحقن حسيت بها بس الحمد لله ما قماش عليا. انت بتدوري على حاجه معينه يعني خلفه بتدوري على حاجه معينه ولا ايه دنيتك؟ انا بدور على حاجه معينه في الحقيقه يعني في الحقيقه يعني في الحقيقه ايوه
الحقيقة ايوه بدور على حاجة معينة. طيب. علاج لابني وكده يعني. طيب ابني تعبان وكده. الله يشفيه. ومغيب خالص في الدنيا. فقلقان عليه بصراحة بقالي فترة. ان شاء الله. الحقنة دي خدتها. نعم. ان شاء الله هتفرحي بيه وهيقوم بالسلامه. الحقنه دي خدتها ومغمش عليها الحمد لله. وقال فبقول له ببص له كده يعني بقول له اسمك ايه؟ ما ردتش عليا. فقال لي يعني الحق عليا؟ الحق عليا ان انا بعالجك يعني. طب ما توطي التلفزيون. يعني ده يبقى هايل. هي بتسمع نفسها عشان تشفي. وقال لي عشان تشفي من الامراض اللي عندك ان شاء الله. طيب خلاص. انا مهلك. ماشي يا فندم. اتفضل. طيب شكرا. فسر لنا. بص بقى، هو طبعا واضح ان هو خلاص مغيب يعني مش هيشوف رؤى. فاللي هيشوف له الرؤيه الصالحه يراها العبد او ترى له. فهي شافتها له، شافت له ان الحقن اللي هي بتاخدها دي اربعه. ده بيبقى كمال للبني ادم في اربع اجزاء حياته، اللي هي ايه؟ ماله وعياله ودينه وصحته. خدت بالك؟ فكون انها شافت رقم اربعة بس هي خدت واحدة بس، معنى كده ان انت لسه بس شوية هتمشي في المشوار، شوية بتاع تلات شهور تاني وان شاء الله ربنا ياخد بيده. بس ما توقفيش العلاج، حاولي ان انت ما تيأسيش، لا تقنطي من رحمة الله. والولد بإذن الله هيقوم بالسلامة بإذن الله مبشرة كده، وان شاء الله تفرحينا. والحقنة حلوة يعني في المنام على فكرة جدا. والله. والله. طيب عندي سؤال برضو مهم، هل يا ترى الرؤية ليها مواعيد؟ والحلم ليه مواعيد؟ والكوابيس ليها مواعيد؟ يعني في حاجه انا بالنسبه لي اعرف ميعاد الرؤيه امتى؟ اعرف ان دي رؤيه ولا حلم؟ اعرفها ازاي؟ بص انا هقول لك. انت تعرف ان احنا ممكن يعني نعمل حاجه نجبر الظروف انها تبقى في خلال سنه؟ ازاي؟ يعني الرؤى قبل الفجر بتاخد من سنه لغايه 5 سنين، بعد الفجر بتاخد من اسبوع لحد سنه. انا عن نفسي اصلي الفجر وانام عشان تتحقق في خلال اسبوع لغايه سنه. فعلا؟ كده. يعني هي الرؤيه لو بعد صلاه بنجبر الظروف بعد لا مفيش نجبر، ما ده قانون كده. ما هي قانون، ما انا بقول لك بنجبر الظروف. يعني انا ممكن اشوفها قبل الفجر، لا اقاوح مع نفسي وما انامش عشان ممكن تجي لي رؤيه حلوه اعجل بيها. طيب هل يا ترى انا ممكن اشوف مثلا حلم رؤيه بعد صلاة الظهر، بعد صلاة العصر؟ أيوة. بالنسبة ممكن لي؟ تشوف الرؤية في السنة وفي النهم وفي الغفلة وفي الغفوة، وتشوفها يعني في أي توقيت. ده أنت لو عينك كده راحت كده بس غمضت كده ممكن تشوف الرؤية، لكن مش أحلام اليقظة. لأن في ناس بتتصل بيا تقول لي أصل أنا جات لي حلم كده أنا صاحي. لا خليني أحكي لك حاجة حلم ليه بس ما تفسرهوش يعني، بس أحكي لك ظروفه. معايا أستاذة فايزة، أهلا بيك. طيب ارجعي كلميني تاني، معلش اتاخرنا عليكي. انا حلمت مره ان انا النهارده رحت جبت قماش اديته للترزي. ايوه وصحيت من النوم. يا نهار ابيض عليك، انت هتتجوز تاني؟ لا ده زمان. ده كان النهارده من شويه. ده انا حلمته النهارده مثلا. جبت قماش واديته للترزي. انت رجعت لورا صح؟ لا والله ولا ورا ولا حاجه، ده يا ريت يعني يا رب. فخلاص وديته للترزي وقمت من النوم عادي، اليوم مشي وشفت شغلي والحياه جميله ورحت نمت. لما نمت حلمت ان انا استلمت منه الهدوء كمان. والله. ففي حاجه اسمها طب ممكن بعد ما امشي بس اخد رقم المدام؟ استاذه وفاء اتفضلي. استاذه وفاء. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الدكتوره صوفيا؟ مع حضرتك اتفضلي. اهلا بيكي. طب الله يبارك لك يا دكتوره، انا في حلم حلمته وعايزه حضرتك تفسره لي. هم حلمين اتنين، واحد صغير وواحد كبير شويه. اتفضلي. بص حضرتك، انا حلمت جوزي المتوفى الله يرحمه رحمه الله عليه انه جاي لي هو وحماتي متوفيه برضه. فبيقول لي يا وفاء انا تعبان، ابني لي مصطبه. المهم بنيت له مصطبه في دارنا، البيت كان على هيئه دار قديمه. ابني لي مين؟ مصطبه حاجه كده بيقول. فبنيت له المصطبه والمهم اللي جبت له لقيت ازاز بيبسي كتير انا جبتها او جت مش عارفه جت ازاي، يعني ازاز كاكولا كتير. المهم بسال حماتي قالت لي ده راح الجامعه. فانا وانا ماشيه ركبت العربيه دي لقيت فيها اتنين ستات، واحده رفيعه وواحده تخينه بس جميله. اللي قاعده جنبي هي رفيعه واللي ورايا هي التخينه. لفت نظري ليها، ايديها جميله قوي وفيها خواتم ذهب. فاحنا راكبين العربيه ببص لقيت من رجال الشرطه واقفين وبيتكلم الرئيس السيسي.
وقاعد على مصطبة الرئيس مبارك. فانا وصلت لغايه الجامعه ولقيت ناس كتير داخله باب الجامعه كبير قدامي وشمس. ولا جامع؟ جامعه الجامعه. انت طب انت سنك كام سنه؟ انا عندي 54 سنه. جوزك متوفي؟ انت عندك عيال في جامعه وكده؟ لا والله ما عندكيش عيال خالص؟ لا معايا اولاد بس خلصوا يعني دراسه وكده ومتجوزين ومخلفين. ومعايا بنت لسه ما اتجوزتش. طيب حلو. ها خلصت؟ ايوه رحت الجامعه وبعدين ايه اللي حصل؟ يعني في حاجه حصلت؟ لا انا رحت وقفت لغايه هناك ولقيت بقول لحضرتك الرئيس السيسي بيكلم حد من بتوع الشرطه. العربيه وقفت بقى اللي احنا كنا راكبينها. ماشي خلص. وببص على الناحيه الثانيه على ايدي اليمين قاعد الرئيس مبارك. ايوه مبارك على مصطبه كده. انت بتحكي تاني؟ بتحب طيب. من حلم هي كده بتعيد لك الكلام. طب اسمعينا من التلفزيون بقى وهي تشرح لك الحلم. بص هقول لك على حاجه. هو طبعا مبدئيا الراجل بما انه قال انا تعبان فهو بالفعل تعبان، ما فيهاش اتنين تلاته. ابني لي مصطبه، معنى دي ان انت تعملي لي حاجه لوجه الله ايا كانت بقى نوع الحاجه اللي قالها دي على قدر استطاعتك. وهي بتقول انا بنيتها في الرؤيه، معنى كده ان انت مطالب وازايز الميه. اعملي يا ستي كولدير، تمام، حاجه كل ما حد يشرب. اي صدقه جاريه. حد ما كل ما حد يشرب يدعي له. خدتي بالك؟ وبعدين ظهور الرئيس وبيكلم حد من الضباط وكده، فده نوع من انواع التكليف لحد من ابنائك. يعني حد فيهم هيكلف هيسافر حته، هيتكلف ان هو يعني مكلف، يعني حاجه كده تخص الدوله، حاجه ما اعرفش، بس هتيجي فيه تكليف طالما ظهور الـ. وبعدين كلمه مبارك دي جايه، او الرئيس مبارك ده جايه بان يعني مباركه، الاسم يؤخذ الاسم، ففي حاجه هتحصل لك هيباركولك عليها وهتبقى فيها مصدر سعاده ودخل هناء ليك. يعني يمكن ربنا يكرمه بشغلانه، ممكن يكرمه بس هو بس قبلها في تكليف بحاجه معينه. يا رب. يا رب. طيب ام عمر عايزه تقول حاجه توضحها لنا كانت ما خدتش بالها، اتفضلي يا ام عمر قولي. الرؤيه اللي حضرتك قلتها لك، انا خدت جرعه معايا حضرتك، خدت جرعه من اربع حقن قبل كده، لكن الجرعه الجديده ما خدتش الا حقنه بس وهيديني لسه الباقي. طيب يعني هو الولد لما انت اصلا اخدتي قبل كده، هل الولد كان فيه تحسن؟ الجرعه الثانيه اربعه ثانيين واداني منها واحد. انا فهمت والله. هي كان في تحسن بقى للولد بعد في تحسن لما الـ يعني ما كانش في تحسن، فاحنا دي الجديده يعني. ما عادش بنام كتير وكده. انا فهمت رؤيتك والله يا جماعه، على فكره انا بفهم وانا متخصصه في المواضيع دي، يعني مش محتاجه. لا هي بتبقى ظن انها ممكن لو قالت معلومه. لا لا لا, لا, لا هي وصلت. انا لو مش فاهمه بقعد اسال كتير. صحيح. عشان افهم. صحيح. لا هو لسه قدامك ثلاثه. انا فهمت ان انت الاولانيين بس ما جابوش نتيجه، لا يعني لا نتيجه، صفر اللي انت خدتيهم الاول. الولد زي ما هو وتعبان وما فيش اي نتائج، ولكن الجديد ان شاء الله ممكن تكوني غيرتي طريقه العلاج، يمكن عالجتيه قران، عالجتيه حجامه، عالجتيه ما تعملي الحجامه. صحيح الحجامه على فكره نوع من انواع يعني وصى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم من السنه طب النبويه. طبعا طب النبوي. فدي والله العظيم شافيه عافيه وكافيه في المواضيع دي. حاولي جربي معاه الطب النبوي. طيب خليني اشكرك يا ام عمر. ومعايا ريهام. امور يا ريهام. طيب ارجعي كلمينا تاني. خلينا نقول لحضراتكم احنا نتكلم خمس دقائق، اتصلوا بينا حضروا احلامكم، الحلم اللي انت قلقان منه او قلقانه منه او حضرتك خايفه يكون له علاقه ببيتك وولادك وزوجك. حد بيحلم حلم شويه خايف يكون يعني هتجوز ما بتجوزش، خطوبتي باظت، خطوبتي هتبوظ، حاجات من النوع ده ساعات بنشوفها وساعات بنبقى مش عارفين نقولها ازاي. قول زي ما انت عايز. دكتوره صوفيا زاده عندها ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، يعني عندها ملكة انها بتقرا اللي بين السطور. ربنا يخليك. يعني حضرتك ممكن تقولي الحلم او حضرتك تقولي الحلم يبقى ناقصه شوية جمل، هي كملتها، هي اترسمت قصادها الرؤية يعني. الحمد لله رب العالمين. فخليني اسألك يا دكتور. يلا. ممكن طفل يحلم برؤية ومن سن كام؟ اتعملت دراسة
كانت في ألمانيا قديما. الدراسة دي اتعملت من سن أطفال من سن سنة لحد 17 سنة أو 15 سنة. فقال لك إن الأطفال أصدق رؤى بتيجي رؤى الأطفال لأنها العيال دي ما تعرضتش بقى الكذب ولا الخداع ولا، لكن عيالنا بتوع الزمن دول اللي بتفرجوا عليه بيخليهم أكتر خيال واسع. يعني إحنا هما بيعرفوا حاجات إحنا مش عارفينها، صح ولا لأ؟ لا ده أنا على طول، ده أنا ابني بيحلم ببابجي. طيب اتفضل. بابجي دي هتعمل معانا إيه؟ مش عارف. بيقول لي بحلم إن أنا بقتل ناس كتير وكنت فرحان قوي. طب فرحان بإيه؟ ما هو دي أحلامهم. سبحان الله. فعلا الدراسة قالت إن آخر مدى للأطفال في عنف إن يشوفوه مناما إن هما يشوفوا إن هو بطل رواية بيقتل بيجري مش عارف ايه، ده اخره. لكن هو يشوف احلام مرعبه ده بيكون يا اما محسود يا اما عليه يعني حواليه بقى نوع من انواع التخويف يعني. طب تعالي نعمل حاجه انا وانت هتفيد كل اللي بيشوف. انا عشان اوصل لصوفيا زاده طول الوقت طول الوقت وفي كل يوم، دي حاجه برضو مش بالامر السهل. فانا بضطر اشيل احلامي واتابع برامجك، وده بالنسبه لي يعني شويه في بعض الاوقات بالنسبه لي مش سهل المنال يعني. حلمت حلم وحش. ابطله ازاي؟ تتفل على يسارك وتستعيذ بالله من شر هذه الرؤيه وما تتكلمش بيها المخلوق، وتقوم تصلي ركعتين تمام، وبعد ما تصلي ركعتين تروح تطلع حاجه لله ان شاء الله يا رب بخمسة جنيه 10 جنيه بنيه دفع ضرر هذه الرؤيه، واكتم وكانها ما حصلتش خالص، تاكد انها ورقه واتقطعت. متاكده؟ متاكده. ولو انت حيران ده انت ممكن تبطل حاجه كويسه بالوضع ده، حيران اذا كانت الرؤيه حلوه ولا وحشه. بيقول لك ان انت تطلع يوم السبت صباحا تمام، وتسال كده على اي شارع كده يا اي حد توقفه كده، لقيت اسمه ما عبده ما حمده، اعرف ان الرؤيه فيها خير. طب ناخد وليد؟ ماشي. عشان انا السؤال ده برضو ما خدش لسه اجابته. استاذ وليد اتفضل. استاذ وليد. طيب ارجع لنا تاني. طيب ما هو انا خليني اقول لك، انا ساعات بشوف الرؤيه انا كمحمد وحشه. اكلم الدكتوره صوفيا زاده. الرؤيه اللي انا شفتها من وجهه نظري وحشه. في واقع كانت حلوه جدا وحصلت دي اكتر من مره. عشان كده انا بقول لك انت ممكن تبوظها. تعمل كده بس ايه يعني، انت تقول يعني اكفيني شرها واعطيني خيرها كده، دي اكتر دعوه تحفظ لك خير الرؤيه وتكفيك شرها. ها عرفت؟ لان في كل حاجه فيها شر. عشان كده انا بقول لكل الناس اللي بتشوفنا ايه، لو حضرتك حلمت حلم انت شاكك انه وحش فده شكك انت واقعيا لا. والدليل انا مثلا بقول لحضراتكم والله فعلا في رؤى انا شفتها من وجهه نظري قمت متضايق ومفزوع وخايف، وكلمت الدكتوره صوفيا الحقي ده حصل واحد اتنين تلاته، قالت لي ولا أبشر. اي حاجه. قالت لي ابشر. قلت لها ابشر ازاي؟ بقول لك انا شفت حاجات وحشه وقايم متضايق. قالت لي ابشر. وبالفعل الحمد لله، اللهم لا حسد يعني. الحمد لله اصبنا فمن الله. هو كده الكلام. فانا قصدي مش معنى ان انت شفت رؤية مخوفاك او انت ظانن انها سيئه فتبقى واقعيا سيئه. ولذلك برضه انا ما بحيركش يعني، ما بقولكش اجري اجري كل ما تحلم دور على الدكتوره صوفيا، لا دور، لان ساعات بتبقى انت الرؤيه انت شايفها. والله العظيم انا يعني موجوده يعني في القنوات وموجوده على الخط الساخن وموجوده على الموقع اسال وموجوده في كل حته يا جماعه، بس الا تليفوني الشخصي ده اللي بتعفرت لما الاقي حلم عليه. لا كلنا كده، ما كل الناس في الشغل اكيد بيبقى عندك بالظبط كده. انا بفصل يعني، انا بحب افصل. دي حياتي الخاصه. لكن على مصر البلد اي وقت نكلمك واي وقت نوصل لك. والله العظيم الوحيد لا مش الوحيد، انا معايا كام صاحبتي كده بيتصلوا. هم دول كام صاحبتي وانت منهم يعني؟ لا 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 كاصحابي يعني. استاذ محمود ارجع كلمنا تاني. طب خليني اقول لحضراتكم حضروا احلامكم، وانا سامع التليفونات مع الاعداد فوق بتتصل كتير، هنستقبل كل التليفونات. بس ناخد فاصل للاعلان ونرجع نكمل حلقتنا. حلقتنا مستمره، الوقت لسه طويل، هنتكلم ونفسر مع صوفيا زاده. فاصل نرجع.